يا شباب، بداية المساء الخير. ألتقيكم اليوم بمحاضرة جديدة من محاضرات الهيدرولوجي. المحاضرة اليوم هي الجزء الثاني من المحاضرة رقم 8 من مادة الهيدرولوجي الهندسية. المادة اللي وصلناها مثل ما تكلمنا بالمحاضرة السابقة هو الموديول الثامن اللي عندنا حسب السيليبس، اللي هو الفلود فوركاستنج، يعني التخمين او حساب الفيضان. فاليوم هو الجزء الاخير والجزء الثاني من هاي المحاضره، حتى من بعدها ان شاء الله على الاسبوع القادم ننتقل الى الموديول التاسع اللي هو الفلود راوتينج. ف المحاضره موجوده عندكم، نزلت عندكم. بدايه احنا وصلنا الى اخر سلايد من سلايدات المحاضرة السابقة اللي هي كانت التوتوريال. بداية قبل ما أبدأ بالمحاضرة، أكو سؤال على المحاضرة السابقة أو لا؟ قبل ما أبدأ بالتوتوريال يا شباب، أحب أرجع إلى السلايد رقم 4 من سلايدات المحاضرة السابقة. بهذا السلايد خلينا جدول، خلينا ببعض المعايير اللي نعتمدها في حساب الفيضان لتصميم المنشآت اللي عندنا كمهندسين مدنيين. احنا اللي نصمم المنشآت الهيدروليكية. هذه المنشآت الهيدروليكية تحتاج إلى نوع خاص أو رقم معين من أرقام أو من قيم الفيضان. هذه ما تكون اعتباطية، هذه تكون حسب استاندرات، لكل دولة لها استاندرها المعين، لكن الاستاندر بصورة عامة هو اللي أخذناه بهذا الجدول. على سبيل المثال أخذنا أنه السبلوي بالنسبة للسدود الكبيرة اللي يتجاوز حجم الخزين 60 مليون متر مكعب، فراح يكون عندنا يا إما ناخذ الـ probable maximum flood، أو إذا ما متوفر عندنا الـ probable maximum flood راح ناخذ الفيضان لفترة عودة 1000 سنة. وهكذا بالنسبة لبقية الستركتشرز اللي عندنا، الباراج والوير الادكويت الووتر واي وهكذا. ونشوف احنا خلينا لكل واحد قيمة معينة للفيضان، وهذا الفيضان يجب ان يحسب اذا ما كان مسجل. هاي نقطة جدا مهمة يا شباب، اكو فرق بين فيضان مسجل وفيضان محسوب. احنا عندنا في العراق في بغداد عندنا فيضان مسجل، بال56 فيضان مسجل، بال40ات فيضانات مسجله، هذه كلها فيضانات مسجله موجوده ارقامهم. لكن انا اليوم اذا اريد فتره عوده 1000 سنه، انا هذا ما عندي فيضان لفتره عوده 1000 سنه. ممكن جتني القيمه في يوم من الايام وممكن ما اجتني. في حال اذا ما اجتني القيمه ل 1000 سنه، فاني لازم اروح احسب قيمة أو مقدار هذا الفيضان ايش قد قيمته. طيب أنت اليوم كمهندس وتريد تصمم، لازم يكون عندك رقم. يعني أنا اليوم أريد أصمم سبيل واي، لازم يكون عندي الفيضان لبروبابل ماكسيموم فلود معلوم، أو فيضان لفترة عودة 1000 سنة. طيب أنت ما عندك هذا الرقم، منين تجيبه؟ هذا راح نروح، أو هو هذا اللي نسميه الفلود فوركاستنج. الفلود فوركاستنج يدخل في موضوع الفريكونسي اناليسز اللي هي التحليلات الاحصائيه او تحليلات التردد، وهي طرق احصائيه موجوده عندنا نقدر نحسب من خلالها اي قيمه احنا نريدها في شغلنا او في تصاميمنا. العالم تشاو بال1951 سوى فد معادله، هذه المعادله تنطبق بشكل واسع على كل المعاملات الهيدرولوجيه والهيدروليكية اللي تدخل في تصاميم المنشآت. على سبيل المثال الأمطار، الفيضان، حتى درجات الحرارة، التبخر، الارتشاح، حتى هذه كلها المعاملات الهيدرولوجية نقدر نحسب قيمها، أو القيم الغير معلومة أو القيم المستقبلية المتوقعة أو اللي ممكن تجينا أو تحدث خلال فترة معينة من خلال هذه المعادلة اللي نسميها x sub t يساوي لنا x بار زائد k في سيجما n ناقص 1. نجي على تفاصيل هاي المعادلة شنية.
اكس تي هي مقدار الفاريبل او مقدار المعامل او المتغير اللي احنا نريد نحسبه لفترة عودة مقدارها تي. هذا هو الاكس تي. طيب الاكس بار هذا نعرفه هو المعدل، اذا انا عندي مجموع فيضانات او مجموع تصاريف لنهر معين خلال فترة 30 40 50 سنة، فراح اخذ المعدل مالتهم واخلي كي اكس بار في هذه المعادلة. الكي قبل ما اجي على الكي راح اروح الى الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن اخذناه بواحد من الموديولات اللي هو موديول البريسيبيتيشن، وعرفنا شلون نطلع الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري لمجموعة القيم او للسيريز اللي اني عندي، للسلسلة من القيم او من الارقام اللي اني عندي. انتبه بهاي الحالة الى انه اني عندي n ناقص واحد وليس n، يعني لما اقسم على اقسم الـ هذا المقدار اللي هو الاكس ناقصا اكس بار، الكل تربيع السميشن مالته اقسمه على n ناقص واحد وليس على n. بالكالكوليترز اللي عندنا او حتى بالاكسل او حتى بالعمليات الاحصائيه عندنا نوعين من الستاندرد ديفيشن، ستاندرد n وستاندرد n ناقص واحد. فانتبه او احرص على انه تكون المعادله مقسومه على n ناقص واحد. ال n هو عدد القيم المسجله لفترات من السنين، شوف ايش قد 30 40 100 50 الى ما او الى اخره. أستاذ مازن تسمح لي؟ نعم احمد تفضل. السلام عليكم. ألو. نعم احمد اسمع. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ مازن الإكس يعني شو اسمه الران أوف، يعني شلون أخذناه بذيك المحاضرات لو غير هنا قيم. نشوف. نعم هنا نشوف شو يقول لك. هنا يقول لك for most frequency distribution function applicable in hydrological study، كل المتغيرات الهيدرولوجية المحتملة اللي بيها frequency، يعني سواء مطر سواء درجات حرارة سواء تصاريف أنهر سواء فيضانات، هذه كلها بيها frequency بيها تردد. يعني أنت اليوم من تتكلم عن المطر، المطر بيه frequency بيه تردد، تمام لو لا؟ فما دام بيه frequency راح تدخل هاي المعادلة وتقدر تشتغل بيها. على سبيل المثال تصاريف المي بالنهر اللي يجري النهر، نهر دجلة عندنا تصاريف المي يومية شكل أو كل ساعة شكل، هذه بيها فريكونسي بيها تردد، كذلك ممكن نطبق عليها المعادلة. التصاريف الفيضانية اللي تفوت بنهر دجلة، نعم فريكونسي. إذا أي شغلة أي متغير بي فريكونسي بي تردد بي، هذا اللي نسميه الفاريابل ديستريبيوشن، يعني مو دائما ثابت، لازم متغير يعني حسب السنة. حسب السنة حسب الوقت حسب المكان نفسه. يعني أنت نفسه نهر دجلة إذا يفوت بي 30 خلينا نقول عفوا 400 متر مكعب بالثانية، ممكن في صلاح الدين أو في سامرة الستيج مال هاي ال 300 أو ال 400 متر مكعب بالثانية، يعني قصدي المنسوب مالتها يختلف عن منسوبها في بغداد. فشوف هو نفس التصريف لكن المناسيب تغيرت بين منطقة ومنطقة، هذا اللي نسميه السباشال ديستريبيوشن، يعني التغير أو التوزيع المكاني فأنت أي عنصر هايدرولوجي ب فريكونسي تطبق عليه هاي المعادلة. تمام استاذ اشكرك. أهلا وسهلا استاذ. العفو العاد شو وقت، العفو اذا تسمح لي استاذ، شو وقت ان وشو وقت ان ناقص واحد؟ ايش وقت ان ليش ان وقت ان ناقص ناقص واحد؟ واحد؟ في بعض الاحيان نحتاج احنا ستاندرد ديفيشن، يعني انا لما اقول اليوم اريد اطلع الانحراف المعياري مال درجات الطلاب، درجات الطلاب انا مو معقوله انه ليش دا اسوي ان ناقص واحد. هذه بعض الطرق الاحصائيه تقبل الان وبعض الطرق الاحصائيه ما تقبل الان، تقبل الان ناقص واحد. هذه حسب المعادله او حسب الديستريبيوشن مالتك انت شنو. يعني انا اليوم اذا اريد اطلع مثلا الانحراف المعياري لدرجات الطلاب ما راح اقول n ناقص واحد، راح اقول n، راح اقسمها على n على n كل. لكن في بعض الاحيان انه اني احتاج انه اسوي n ناقص واحد لغايات مثلا علميه او لغايات بحثيه، او هو الديستريبيوشن يقول لك انه انت لازم تستخدم n ناقص واحد. يعني انت هسه لا تجي على الطرق الاحصائيه، انا ما اريد افوت لك بالتفاصيل اكثر، بس انا عندي طرق احصائيه مثل لوج بيرسون، عندي جامبل ديستريبيوشن، عندي لوج 3 بيرسون، عندي النورمال ديستريبيوشن، وعندي هوايه كثير من الـ يعني من
الديستريبيوشنز او الستاتستيكال ديستريبيوشن، التوزيعات الاحصائيه اللي كل وحده من عندهن معادله شكل. في هذه المعادله تشاو قال انه الستاندرد ديستريبيوشن هو ان ناقص واحد، او عموما انت بكل الفاريبل هيدرولوجيكال فاريبل اللي احنا عندنا بالهيدرولوجي نستخدم لها ان ناقص واحد، نادرا ما نستخدمها. واضح؟ واضح استاذ، اشكرك. طيب فعرفنا انه السيجما ان ناقص واحد هو الستاندرد ديفيشن، ونحرص على انه ان ناقص واحد. الكي هو اللي نسميه الفريكونسي فاكتور او معامل التردد. هذا الفريكونسي فاكتور هو اللي راح يلعب لنا دور جدا مهم في حساب كميه او حساب الاكس اللي هو احنا بدنا نتكلم الان عن الفيضان. الكي هو اللي راح يكون او هو راح يكون العامل الحاسم بحساب مقدار الفيضان لفتره معينه. الفريكونسي فاكتور شلون نعبر عنه؟ نعبر عنه بطريق او عن طريق المعادله الاتيه: كي يساوي واي تي ماينس واي بار ان على اس ان. نجي عليهن وحده وحده، شنو الواي تي، شنو الواي بار ان، وشنو الاس ان. الواي تي نسميه الريديوس فاريت، يعني معامل التخفيض. هذا الواي تي نسميه الريديوس فاريت. منين نطلعه؟ نطلعه من هذه المعادله. الواي تي تساوي لنا ماينس مرتين لن لفترة العودة على فترة العودة ناقص واحد. يعني إذا أنا اليوم أريد فيضان لألف سنة، راح نجي نشوفها بالتوتوريال. إذا أنا اليوم أريد فيضان لألف سنة، أو أنت تريد تصمم سبيلوي لفترة عودة وتحتاج فيضان لفترة عودة ألف سنة، حتى تطلع هذا المقدار الـ XT، أنت الـ X بار صار عندك معلوم، والستاندرد ديفيشن صار عندك معلوم. طيب الـ K راح نجي عليه. الكي يحتاج هاي المعادله. الواي تي راح اطلعها من هذه المعادله، ماينس لن التي هي فتره العوده الالف اللي انت تريدها تقسمها على الف ناقص واحد. هذا خلصنا من الواي تي. نجي على الواي بار ان والاس ان. الواي بار ان هو الريديوس مين، يعني هو معدل التخفيض. هذه طرق إحصائية هم جايبيها مخليها. معدل التخفيض هو شنو؟ هو فد رقم يقلل لك من قيمة أو ينطيك فد function معين، أو ينطيك فد size معين حسب عدد الداتا اللي أنت عندك. يعني على سبيل المثال اليوم أنت إذا عندك داتا لثلاثين سنة، تختلف لو ما عندك داتا لمئة سنة. هنا راح يلعب هذا الواي ان دور كلش مهم. اذا كانت عندك البيانات كبيره جدا، راح تروح الى واي ان مقدار 0.577. اذا كانت عندك البيانات كبيره جدا، راح تروح الى قيمه واي ان تساوي لك 0.577. طيب اذا مو كبيره جدا، راح اجيك بعد دقيقه على هذا الموضوع. الـ SN هو شنو؟ هو الـ Reduce Standard Deviation، هو معامل الانحراف أو الـ يعني المقنن لمعامل الانحراف. يعني أنا عندي معامل انحراف راح أحاول أقلله بعد حتى أحسب هذا الحساب. نفس الشيء إذا كانت البيانات كبيرة جدا عندك، فمقدار الـ SN يروح مباشرة إلى 1.2825. طيب هنا بدنا نخلي فد ليميت. اذا كانت البيانات كبيره جدا، شنو اللي اقصد بها البيانات كبيره جدا؟ اذا نجي على هاي الجداول اللي عندنا، راح اشوف هذا الجدول راح ينطيني مقدار الواي بار ان. هذا الجدول الاول ينطيني مقدار الواي بار ان، والجدول الثاني ينطيني مقدار الاس ان. طيب اذا اجي اشوف البيانات، هذا الان هو السامبل سايز، راح اجي اشوف البيانات محدد ليها لحد 100. طيب اذا انا عندي بيانات لسنوات 200 او 150 او 160، شنو اللي اقصده؟ هذا لما تعبر ال 100 راح اسميها البيانات لارج. يعني وين اروح؟ اروح الى هاي القيم. يعني لما انطيك بيانات ل 200 سنه، ما حاجه تجي تدور على قيمه واي بار ان واس ان من هاي الجداول، لان ما راح تلقاها. هاي الجداول شلون نستخدمها يا شباب؟ او مثلا على سبيل المثال انطيتك بيانات لي 15 سنه،
او ل 20 سنه. هذا الجدول شلون راح نستخدمه حتى اطلع قيمه واي بار ان واس ان. اجي اشوف، لنفرض انه البيانات انا عندي ل 22 سنه، لاحظ هذا العشر سنوات، هذا المقدار هو مقدار الواي بار ان لمن؟ لعشر سنوات، يعني صفر زائد عشرة ينطيني عشر سنوات، ال11 سنة وينه؟ هو هذا اللي هو واحد زائد العشرة، أو هذه العشرة، هذا ال11، هاي ال12 سنة، 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة، 16، 17، 18، 19. لما يكون عندك 20 سنة أطفر مباشرة هنا على هذا الرقم. فلما أجيب لك سؤال سواء توتوريال ولا بالامتحان أجيب لك 13 أو 23 سنة، لا يعني لا تدوخ بيها، وينها ال 23؟ ال 23 هي هاي، 3 من هنا وال 20 تاخذها من هنا. ما زاد عن ال 100، ما زاد عن ال 100 لو بسنه واحده اللي هي 101، تلاحظ انه الجدول بعد ما بي قيم، فتروح الى القيم العليا اللي هي ال 0.577 وال 1.2824. واضح استخدام هذا الجدول يا شباب؟ استاذ واضح. فقيم الواي ان، قيم الواي ان صارت عندك معلومه من الجدول، قيم الاس ان معلومه من الجدول، قيم الواي تي صارت معلومه عندك من خلال هاي المعادله، فراح تقدر تطلع قيمه الكي تضربها بالستاندرد ديفيشن تجمعها مع الاكس بار، راح تطلع اي تصريف فيضاني انت تريده لاي فتره عوده. هذا هو ملخص الفريكونسي اناليسز، وراح نجي نشوف كيف راح نطبق هذه القيم بالتوتوريالات او بالسؤالين اللي عندنا. اكو سؤال قبل ما افوت بالاسئله شباب؟ راح تكون عندكم توتوريالات، يعني راح تكون عندكم اساينمنت بهذا الموضوع، فاللي عنده سؤال يسال. تمام. السؤال الاول يا شباب يقول bridge جسر is required to be designed on a stream. انت تريد تصمم جسر على مجرى مائي او على نهر. The flood series analysis، تحليلات قيم الفيضان summarized، يعني تلخصت بما يلي: المين فاليو، المعدل المين فاليو للفيضانات كان 600 متر مكعب بالثانية، هذا المعدل. الستاندرد ديفيشن كان 220. يعني هنا بهذا السؤال ما نعطيك هو سلسلة من الفيضانات أو من التسجيلات أو من القراءات، رايح مباشرة إلى القيم اللي نحتاجها اللي هي 600 وال 220. شو وقت ينطينا السيريوس؟ ينطينا إياها يا إما بالأسايمنت وينطينا إياها بالامتحان. فيحتاج تراجع الأسايمنت القديم اللي كان عندنا اللي طلعنا به الستاندرد ديفيشن، ويحتاج أنه تستخدم الحاسبة مثل ما استخدمناها بالبريسيبيتيشن حتى تطلع هاي القيم مباشرة. هنا أنا نعطيك إياها جاهزة. طيب يقول calculate the flood magnitude، أحسب قيمة الفيضان of that stream، لذلك النهر، for return period 1000 سنة. أوكي يعني أريد أصمم جسر لفترة عودة 1000 سنة، دا أريد أنه شقد عندي قيمة الفيضان حتى من أطلع قيمة الفيضان. طيب سؤال، أنا دا أصمم جسر ليش دا أحسب فيضان؟ من يقدر يربط لي هاي النقطة؟ استاذ هو لازم نحسب الفيضان. ليش؟ لانه هو احنا بدنا نصمم جسر. نعم بالضبط، على مجرى مائي غير استاذ، فاحتمال إيه؟ نعم. يصير احتمال يصير استاذ يعني يصير سيول، يصير شيء، فاعرف ايش قد المدى مالته، ايش قد ارتفاعه. بالضبط، ايش قد ارتفاع. انا يعني من اعرف الفيضان، جيد جدا، من اعرف انه ايش قد قيمه الفيضان، ايش قد قيمه المي اللي راح تجي عندي، معناته انا يعني عرفت الستيج مالته، الستيج مالته اللي هو الريتنج كيرف اللي اخذناها بوحده من الموديولات، انه الريتنج كيرف هو علاقه بين الكيو وبين المنسوب مالته، هذا نسميه الريتنج كيرف. جيد. طيب الحل هو بسيط، انه قيمه الاكس تي تساوي لك الاكس بار زائد كي ستاندرد ديفيشن ناقص 1. طيب قيمه الستاندرد ديفيشن انا عندي جاهزه 220، اذا انت ما عندك تروح تحسبها من خلال
السيريس او الفلوت سيريز اللي يعطيك اياها. طبعا بالمناسبه يا شباب هذا مو شرط فيضان، هذا ممكن حتى مطر، حتى مطر ممكن انت تحسب به المطر لفتره عوده 500 سنه، العاصفه المطريه لفتره عوده 1000 سنه، عاصفه مطريه لفتره مقدار المطر لفتره عوده مثلا كذا سنه، نفس المبدا نفس المفهوم. تمام، فالستاندرد ديفيشن انا عندي سيجما اي ناقص 1 220. راح نجي على الكي، الكي هي اللي بها المشكله. الكي انا احتاج بي الواي تي. الواي تي منين قلنا يطلع؟ قلنا يطلع من ماينس لين لين تي على تي ناقص 1. التي اللي انا عندي هي ايش قد او اللي انا اريدها؟ هي هاي فتره العوده اللي انا اريدها هي 1000 سنه. فاذا تجي تقسم 1000 على 999 تاخذ لها اللين مرتين راح تطلع لك القيمه بالسالب، تضربها في السالب اللي عندك هنا راح يطلع عندك مقدار الواي تي 6.907. هذا مقدار الواي تي. طيب احنا ايش قلنا؟ قلنا انه فوق ال 100 سنه السيريس عندك فوق ال 100 سنه، فتره العوده انت عندك فوق ال 100 سنه، تروح ما تقدر تطلع هذني، تروح تاخذ القيم العليا لواي ان او واي بار ان واس ان، لان حتى اطلع قيمه كي قيمه الواي تي انا طلعتها بقت لي قيمه الواي بار ان واس ان. فاذا نجي على القيم العليا لهذا السؤال فاروح الى قيمه واي ان 0.577 واروح على قيمه اس ان مقدارها 1.2825 ادخلها بالمعادله راح تطلع لي قيمه كي مقدارها 4.935. مجرد انه تطبيق بسيط للمعادله اللي هي ال 600 راح يكون انت عندك الاكس بار قيمته 600 زائدا الكي 4.935 مضروب في الستاندرد ديفيشن لان ناقص 1، فراح تطلع عندك مقدار الفيضان لفتره عوده 1000 سنه هو مقداره 1685.84 متر كيوب بير سكند. هذا هو المقدار او الفيضان او قيمه الفيضان لفتره العوده 1000 سنه. ارجع اكد على نقطه واحده يا شباب، انه لو كانت عندك او نقطتين، لو كانت عندك السيريس اللي انت راح تدخلها او اللي راح تجيك بالسؤال او بالامتحان اكثر من 100 سنه فتروح الى القيم العليا، اقل من 100 سنه ما دا اتكلم على فتره على الريتيرن بيريد يا شباب، خلينا نفرق بس بين هاي النقطتين. السيريز هذه الفلوت سيريز اذا اكثر من 100 بتروح الى هذه القيم العليا او الماكسيموم ليميتس، اذا هذه السيريز اقل من 100 تروح تطلع هذني القيمتين من الجداول اللي عندك هنا بغض النظر عن ايش قد انه فتره العوده اللي هو يريدها. بغض النظر عن فتره العوده احنا نتكلم على السيريز اللي عندنا. واضح؟ اكو سؤال على هذا ال استاذ؟ اكو يعني منطقيا انه اطلع النسبه لألف سنه يعني اكو شيء يعني ل10000 سنه؟ كلش منطقيه في لما نصمم عادي يعني كبيره. اي نعم لما نصمم السدود الكبيره. لا قصدي باعتبار انه لعد يعني عمرها الافتراضي يعني يوصل ألف سنه بهذا يعني لا التعبير. لا 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 هسه اذا تراجعين اذا ترجعين على بعض الموديولات تلقيني انا شارحها بالتفصيل. هاي فتره العوده ألف سنه مو معناته انه عمر المشروع ألف سنه ولا معناته لا لا اي مو قصدي عمره. فتهم استاذ يعني قصدي انه انت من راح يعيش 1000 سنه يعني راح يبقى المشروع. لا مو السؤال من الساعه استاذ انت سالته قلت اني من راح اقيس الارتفاع باعتبار لا. الفيضان اذا هو ليش اقيسه؟ يعني هنا انا قصدت مو على عمر المنشئ بس لا. قصدي هو لا اسمح قصدي يعني منطقيا يعني متناسب لا. انه نعم منطقيا هو هذا يعني بالهيدرولوجيا هو المنطق بهذا الشكل. الألف سنة ايش أقصد بيها آني؟ الألف سنة أقصد بيها أنه مقدار هذا الفاريابل كل ألف سنة ايش قد يجيك؟ ممكن يجيك سنة ورا سنة. يعني قيمة الفيضان خلي نفهمها بهذا الشيء. الألف سنة هنا أنا طلع عندي قيمة الفيضان مقدارها 1685، مو معناته أنه هاي الـ 1685 راح تتكرر كل ألف سنة، لا مو هذا المعنى. ممكن تتكرر بس بالخمس سنين تتكرر مرتين، لكن كقيمة
كهاي ال 1500 1500 1685 هاي القيمه هي ما ممكن، هي احتماليه حدوثها ب 1000 سنه، لكن مو معناتها انه كل 1000 سنه راح تجيش مره واحده. ممكن انت قبل ما تخلص ال 1000 سنه هي جايه تجفد اربع خمس مرات عادي، ممكن تخلص ال 1000 سنه وهي، لكن ال 1000 سنه لازم تفوت حتما، لازم تجيش هاي القيمه مره واحده. فنعم منطقيا، جدا منطقيا، ومثل ما قلت لك يعني احنا لما نصمم السدود الكبيره، لما بنصمم السبيل واي نروح الى ال 10000 سنه مو بس ال 1000 سنه. واضح؟ فهي قيمه، قيمه احصائيه لا اكثر ولا اقل. استاذ تسمح لي سؤال؟ استاذ نعم نعم تفضلي. تسمح سؤال؟ العفو استاذ، هسه انت بدك تقول انا راح اصمم سد. نعم. انا السد هسه بدي اسوي الحالات الافتراضيه والفيضانات بداخل العراق، متى اسوي برا؟ بس هي اغلب يعني هسه احنا نهر دجله والفرات دي يجينا. نعم. منين؟ دي يجينا من تركيا ومن من سوريا. من سوريا. نعم. زين استاذ، مثلا هي سوريا هي اللي صار عندها الفيضان بهذا الوقت، نعم يعني يجوز صار عندها اكثر، فراح يجي علينا احنا، يعني المفروض مو بس ناخذ مالتنا، مو استاذ المفروض ناخذ مال الدول المجاوره؟ نعم صح. لكن شوفي اليوم اني اذا افترض انه اذا اني اريد ادرس، خلي اخذ الفرات كونه اسهل يعني بالمفهوم شويه ابسط من دجله، يعني الدجله المنظومه الهيدروليكيه معقده اكثر من الفرات. اني اليوم خلي اخذ نهر الفرات، الفرات ينبع من تركيا يفوت بسوريا. بسوريا ايش عندي؟ عندي سد تشرين اوكي، وبعدين يطلع يجيني للعراق. بالعراق ايش عندي اني اول ما يفوت؟ يفوت عندي بسد حديثه. طيب انا اليوم اذا ادرس الفيضان راح ادرسه بحالتين، راح ادرس الفيضان بحال انه ما موجود لا سد حديثه ولا موجود سد تشرين بسوريا، راح ادرس الفيضان كانما انه الجابيه او الكاتشمنت اريا هي ما بها اي شيء، وراح ادرس الفيضان وادرسه. هذا هنا راح يكون الفيضان اللي هو البروبابل ماكسيمم فلود. لكن اجي على الحاله الثانيه، خلي افترض انه انا دا اصمم سد حديثه. من اصمم سد حديثه راح اخذ بنظر الاعتبار انه سد تشرين بسوريا موجود. طيب اذا اجتني موجه فيضانيه اذا استوعبها سد تشرين، فاللي راح يطلع او اللي راح احسبه اني من سد تشرين هو المي اللي راح يطلع من السبلوي زائد الاطلاقات مالته. هذا اللي راح احسبه بالاضافه الى الكاتشمنت اريا بين سد تشرين وسد حديثه، هذه اللي راح احسب لها الفيضان. معناته انه الفيضان اللي راح يصير بالكاتشمنت اريا مالت الفرات جزء من عنده راح يستوعب سد تشرين تمام، وجزء من عنده راح يكون موجود حاضر بالحسابات مالاتي. هذه النقطه واضحه؟ نعم استاذ. بس هسه انا هسه بس اذا تسمحي لي النقطه الثانيه. نعم. هي شنية؟ انه يجيني الفيضان من تركيا يهدم لي سد تشرين او يدمر لي سد تشرين، فشوف الموجة ايش قد راح تتضاعف. يعني إذا هو الفيضان خلينا نقول 10000 متر مكعب بالثانية، سد تشرين يحوي مثلا خلينا نقول يحوي 30 أو 50 مليون متر مكعب. 50 مليون متر مكعب زائدا الموجة الفيضانية اللي جايتك أنت 10000 متر مكعب بالثانية، شوف الموجة وين ايش كبرها راح تصير حتى أنت تحسبين الفيضان اللي راح يجيك على سد حديثة. فالمفهوم هنا أنا بالعكس يا شباب، أنا اليوم لما أدرس نهر نسميه الدامد، الدامد يعني اللي عليه سدود. اليوم لما أدرس أني نهر دامد عليه سدود، الخطورة مالته أكثر من ما لو أدرس نهر ما عليه سدود. يعني أنا اليوم لو عندي نهر فيرجن ما عليه أي سد، أوكي أنا أفهم البروبابل ماكسيمم فلود، أحسب الريتيرن بيريود مالته 10000 سنة وينتهي الموضوع عندي. لكن لما يصير عندي سد راح احسب الفيضان اللي يجيني بالاضافه الى احتماليه فشل السد هذاك اللي فوقايه، وراح تجيني الموجه الفيضانيه ايش كبرها، وراح ادخل على الموقع مالتي. فهي الحاله معكوسه. ما اعرف اذا جوابك كان واضح يا ازهر ولا لا. استاذ واضح. بس هسه يعني انا بدي اقول لك، مثلا هسه احنا قلنا راح نصمم جسر. نعم اوكي خلينا هسه زين. انا هسه وادي حوران راح يدخل العراق مرتين، يعني أنا شفت إنه وادي حوران هو فات للعراق وسوى سيول وفاض على فوق الجسر. نعم. صار فوق نعم. الجسر. نعم. بحيث السيارات ما شافته طافت. نعم. ويا الوادي. زين بهاي الحالة مو المفروض أدرس مال الدول الجوار أيضا همينة؟ قصدك يا جسر السيارات؟ أي نعم.
جسر السيارة. وادي حوران طبعا. انت رايحة لهذا المكان؟ لو يعني رايحة هناك لو شفتي صور استاذ، هو انا اصلا من هناك من حديثه. على العين والراس، على العين والراس الله يسلمك، بس جسر هم يعني السيارات. مدام حتى مدالة قرايبنا، منا. لا حتى قرايبنا راحوا بها خطيب هاي مال السيارات، يعني واحد من عندهم طيب ما لقينا لا هو ولا السيارة. لا رحمة الله، بصف جسر السيارات إذا أنت طالعة الهيت أو إذا أنت طالعة الحديثة، يعني أنت بعدش ما واصلة البغدادي، خلينا نقول المسافة، خلينا نقول المسافة بين البغدادي وبين حديثة، الجسر مال السيارات اللي أنت بدها تحكين عليه، بصفه على جهة اليسار شكو؟ تحويلة استاذ. لا مو تحويلة، التحويلة إي نعم، التحويلة هاي واحد، بس بعد شوي اللي غاد من عنده 500 متر شكو عليه؟ جسر قطار. على والديك، جسر القطار. ايش قد الفرق بين جسر القطار وجسر السيارات؟ ايش قد المسافة؟ تقدر تقول لي اياها او ازهر تقدرين تخمني لي اياها ايش قد؟ تقريبا كيلو. هسه قلت 500 لا لا فوق لا ال لا مو 500. المسافة، الارتفاع، الفرق بين جسر ها القطار وجسر السيارات، كارتفاع ايش قد 30 متر الارتفاع؟ تقريبا استاذ. ليش هاي ال 30 متر؟ او هي اكثر من 30، هي بحدود ال 50، ليش هذا الفرق؟ هو على مود الفيضان مال الوادي غير، بالضبط. يعني السير شوف بيجي بالوادي. عافية عليك، اللي كان مصمم جسر القطار كان حاسب حسابات وادي حوران شنو هو. واحنا لما نحسب وادي حوران، انا حاسبه بايدي، حوران يمتد يطب السعوديه وما يطلع، يعني فد وادي رهيب، واني واقف على حوران وشايف المي اللي يجي بحوران. اللي صمم جسر القطار كان حاسب حسابه هذا، اللي صمم جسر السيارات ما حاسب حساب الفيضان مالته ايش قد. عرفتي الفرق ليش؟ اي نعم استاذ، هسه هو عرفت الفرق، هو هذا، لما اني يعني لما الخطأ اني بالتصميم. اشوف، نعم خطا بالتصميم وخطا بالحساب، لما اني رحت يعني لما اني عبرت على هذا الجسر قلت لهم ماكو داعي هاي النزله، انت شايفتها ينزل يمشي جسر وبعدين يصعد، يعني ليش قلت لهم هاي النزله؟ خوي يسويها بيرات عاليه، يعلي البيرات مالت الجسر ويخليه طريق واحد مستوي واحد، لوش يعني هذه؟ فهنا صار، هنا افتهمنا انه الخطا هو خطا بتصميم الجسر. ليش؟ لان اخذوا فيضانات قليله، اخذوا ريكوردات لفيضانات قليله، وما راحوا الى الاكستريم فاليو اللي هي بدنا نحكي بيها الالف سنه ولا ال10000 سنه. فهذا كلش واضح يكون، يعني باعي هسه منتصر وانت عرفتوا الحاله هي شنية، ولهذا انتم جاوبتوا نفسكم بنفسكم، فهو خطا بالحسابات وخطا بالتصميم. اي نعم صحيح استاذ ما استاذ. كنت تسمح لي. نعم تفضل احمد. استاذ مازن، يعني هسه القيمه اللي طلعت لنا الاكس تي، نعم يعني هاي اقارن، يعني حتى اصمم الجسر اقارنها ويا الكيو مال ستريم اللي انا اريد اسوي الجسر عليها. لا، هذه هي قيمة يعني الكيو هاي. يعني ويا من اقارنها وعلى اساس اخلي ارتفاع الجسر. هذا تقارنها ويا الريتنج كيرف. الريتنج كيرف هو شنو؟ انت عندك المسطره اللي مره حكينا بيها، تتذكر قلت انتوا اكو وحده يم بيتكم هذه المسطره، ايه هو ايه هذه انت ويا كل تصريف انت عندك ارتفاع للنهر، تمام لو لا؟ فمثلا على سبيل يعني المثال انت عندك اعلى تصريف بهذا الكيرف اللي هو بالريتنج كيرف، اعلى تصريف مقداره 400 او 500، هذا اعلى شيء ده يجيك انت بالنهر. هاي ال 400 او ال 500 ده تنطيك على سبيل المثال هنا في بغداد ده تنطيك 30. طيب اني هنا شو اسوي؟ هنا هذا الكيرف اللي عندي امده لي وين؟ الى ان اوصل التصريف الى 1600، هذا اللي طلع لي هنا، وارجع اقيس الارتفاع مالته ايش قد يطلع. هذا الارتفاع اخذ وراه فوقه فد مترين فري بورد واصمم الجسر مالتي على اساسه. يعني هسه الاكس تي ما تمثل الكيو مال الستريم، يعني لا هي ماكسيموم الكيو، كيو. لا هي الكيو، هو الكيو الفيضاني لفترة عودة 1000 سنة، هو الكيو كالكوليت فلود ماجنتيود، هو الكيو. يعني روح خليها كيو، للنهر. خليها كيو. اي نعم للنهر، خليها كيو هنا، هذا الرمز خليه كيو، انا ما عندي مانع، سوي كيو ما عندي اي مانع. بس احنا ببغداد الجسور كلها تقريب نفس الارتفاع، ليش؟ ما عدا الجسر يمكن يلا مدينة الطب يلا شوية يلا، أعلى، حلو حلو حلو. ليش؟ يمكن جسر مدينة الطب شوية أعلى. ليش؟ أنا واقف فاهم وشايفين كلهن ليش؟ تقريبا نفس المستوى، منو يقدر يقول ليش؟ لأن استاذ هو هناك غير حسب لوفة، نحسب، لأن هناك لوفة صايرة يا مدينة الطب. لا
ما لها علاقة. لا انا اقول لك، انا اقول لك يا جسر اعلى من عندهن، جسر المثنى اعلى منهن كلهن. إيه لا مو اسم المثنى، ما اقدر اشوف البقية من عندهن. لا اي اوكي صح اوكي صح اعلى. اوكي دقيقة دقيقة، جسر الدورة اللي يم المحطة، السريع مالت الدورة اعلى من عندهن كلهن، حتى اعلى من المثنى. لكن سؤالك، أنا بعدني عند سؤالك، ليش كل الجسور اللي عند بغداد تقريبا بنفس المستوى الواحد؟ استاذ يعني دارسين هو المستوى مال الفيضان اللي صار بالعراق، ايش قد راح يوصل، ايش قد راح يوصل، فهم منين؟ منطين اعلى شلون ثبتوا كلهن عن هذا؟ طريق شلون تثبت كلهن؟ عن طريق استاذ مال نهر دجله، غير نعرف لا استاذ المناسيب ايش قد راح تتبع توصل منسوب النهر. ماكسيمم مالته يعني. استاذ مازن تسمح لي؟ نعم بس دقيقه احمد، مو على اعتبار الازهار، كل ها انت وصلتي الى جواب، بس ما يعني وصلتي للنقطه، بس ماذا تجاوبين يعني، ماذا توصلين الى النقطه؟ اجاوب تسمح لي اي نعم استاذ؟ تفضل احمد. استاذ يعني كان ماكسيمم، استاذ يعني لا لا احنا لا ماخذين الماكسيمم مال الارتفاعات مال نهر دجله او المناسيب لا مال نهر دجله لا ومنطين فوقها. لا 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 احمد اجاوب استاذ، اي نعم لانه على اعتبار كليتنا على نفس يعني تقريب يعني نفس الزون يعني، فاكيد بس واحد كل من واحد الشرع. تصمم بسنه، يعني انت عندك جسر الاحرار تصمم بالثلاثينات، ما اعرف ايش وقت، ايه ايه جسر المثنى ذاك اليوم بالثمانينات تصمم، جسر الجادريه يعني سريع جاد الدوره هذا هم تصمم جسر الجادرية بالثمانينات ويا عالي. السريع. زين ايه جسر الجادريه عالي، زين هذول كل واحد كلش تصمم عالي. بالسنه. زين من تجي على الاحرار وعلى الجمهوريه وعلى جسر السنه، هذني ثلاثتين او باب المعظم، هذني ثلاثتين واحد بصف، اربعتين واحد بصف الاخر كلهم. شوفوا هنا يا شباب، هنا لما تجي تصمم انت لازم تعرف الابستريم مش عندك. احنا بغداد مسيطر عليها، او نهر دجله في بغداد مسيطر عليها من قبل سده سامره. سده سامره ما تسمح لك بتمرير اكثر من 2500 متر مكعب بالثانيه الى بغداد. ما يزيد عن هذا الموضوع بغداد تغرق، ما يزيد عن هذا الموضوع يطلع للثرثار. استاذ هو اني هذا تقريبا نفس جوابي، يعني انظري اعرف انت الماكسيمم وصلت اللي راح يجيني تمام لبغداد، فانا مصمم على هذا الشيء. وعندما اقول لك يا استاذ اعرف الماكسيمم اللي راح يجيني لبغداد، هو هذا الجواب، انه اني اعرف الماكسيمم اللي راح يجيني لبغداد وينه واصمم على اساسه. راح يجي يسالني سؤال انه ليش لعد الجادريه تصمم اعلى وليش المثنى تصمم اعلى، هذا اللي تصممه بالثمانينات. بالثمانينات دخلت الحسابات الهيدرولوجيه يجوز الحديثه، صارت عندي ريكوردات حديثه، صار عندي فيضان ال 88 وتصمم على اساسه بقيه الجسور، وصارت عندي هذا الشيء. يعني اليوم اني هسه اذا اريد اصمم جسر ببغداد واخذ ال 88 يعني فيضان ال 88، لا راح تطلع كل البيرات اعلى. ونعم هو هذا اللي موجود في جسر الدوره وجسر الجادريه. واضح؟ نعم استاذ. واضح استاذ. حلوه، خوش اسئله اليوم، اسئلتكم حلوه والله، راح تنزل كلها بالامتحان. يعني العفو استاذ مازن، نعم انت تخلينا بعد يعني ما نسال حتى ما تنزل بالامتحان. لا لا اسئله حلوه راح استاذ تنزل. مازن نعم. السؤال الثاني يا شباب، عندي ووتر واي. ووتر واي هو معبر مياه، ومعبر يعني نقدر نسميه كلفرت، نقدر نسميه الووتر واي. هو الووتر واي هو الكلفرت. العمر الافتراضي مالته هو 50 سنه. العمر الافتراضي لهذا المنشأ هو 50 سنة، ومصمم is designed for flood magnitude of return period 100 سنة. هنا أنا أشوف الفرق لمياء، أنا عندي عمر المشروع 50 سنة، لكن هذا المشروع مصمم لفيضان افتراضي، أو لفيضان مو افتراضي، لقيمة فيضان لفترة عودة 100 سنة. يعني هو عمره 50 سنة، لكن أنا أصمم هذا الووتر واي أن يفوت بي ديسشارج أو أن يفوت بي كيو لفترة عودة 100 سنة. يعني الفترة الهيدرولوجية هي 100 سنة، والعمر الافتراضي للمشروع هو 50 سنة. هذا الفرق بين عمر المشروع وبين الريتيرن بيريود. طيب يقول What is the risk of this hydrological design of this hydrologic design؟ شنو المخاطر أو شنو معامل الخطر لهذا التصميم الهيدرولوجي باعتماد ال 100 سنة؟ أرد أشوف انه هل المنشأ مالتي اني خطر؟ هل به خطوره؟ لو لا، لو المنشأ مالتي لا الخطوره مالته قليله. طبعا تخيل انت كمهندس مدني شنو المسؤوليه اللي على على راسنا احنا واللي على اكتافنا شايليها. انت لازم تصمم هيدرولوجي، ولازم تصمم هيدروليك، ولازم تصمم سيبج، ولازم تصمم ستيبيليتي، ولازم تشيك الفاكتور اوف سيفتي، ولازم بعدين اخر شيء يجي يقول لك تعال شوف لي الخطر مال هذا المشروع.
لهذا الفتره العوده اللي انت مصممها، هل هو خطر لو مو خطر؟ فتخيل انت لازم هذني كلهم تقعد تحسبهن يلا طلع لك بعدين بالنهايه مشروع. هذا الفرع اي. الفرع بي اذا كان الخطر 15%، اوكي، اللي هو المقبول، خلينا نقول هو المقبول 15%، يعني انا ما اعتبر عندي خطر او عندي ريسك. اذا كان الريسك هو 15%، ايش قد الريتيرن بيريد مالتي؟ نجي الحل. الحل الفرع اي، مثل ما عرفنا انه الريسك هو الواحد ناقصا واحد ماينس البروبابيليتي، الاحتماليه للاس ان، الاحتماليه للاس ان. احنا نعرف انه الاحتماليه هي واحد على الريتيرن بيريد، هذا صار عندنا معلوم وحفظناه مثل اسمنا. الاحتماليه البروبابيليتي هي الواحد على الريتيرن بيريد. طيب انا بهذا السؤال عندي الريتيرن بيريد هي 100 سنه، اذا اجي اطبق تطبيق عادي 100 سنه هي الريتيرن بيريد. هنا الان هو عمر المشروع، هنا الان هو عمر المشروع اللي هو 50 سنه. نعم اكو سؤال؟ تمام. فلما تكون هنا انت عندك عمر المشروع هو 50 سنه وفتره العوده هي 100 سنه، فراح تطلع او راح يطلع الريسك مقداره 0.395، يعني خطوره مقدارها تقريبا 40% او 39% ونص مقدار الخطوره لهذا المنشأ. فتخيل انت تصمم منشأ وبعدين تطلع لك وتكمله، وقبل ما تدزه للتنفيذ او قبل ما تدزه تجي تحسب الخطوره مالته ويطلع لك انه هذا المنشأ خطر بنسبه 40%. خطر يعني شنو؟ يعني خطر انهيار هذا المنشأ، اكو نسبه انهيار هذا المنشأ مقدارها 40%، وهذه 40% هي كلش هواية مقدارها، مقدار الخطر لهذا المنشأ. هذا بالنسبة للفرع أي، تحسب مقدار الريسك وتحسب تشوف أنه أنت شقد الخطر اللي عندك. بالنسبة للفرع بي، الفرع بي يقول إذا كان الريسك 15% شقد الريتيرن بيريد. طيب هنا شو نسوي إحنا في هيجي حالة؟ لما تطلع عندنا الريسك عالي هنا شو اسوي؟ هنا اجي اخلي النسبه المقبوله اللي هي 15، اجي اخلي النسبه المقبوله اللي هي 15. او طبعا يا شباب يعني احنا عندنا الريسك هذا ان شاء الله، يعني انا كان ببالي انه انطيكم اياه اليوم لكن ما يخالف. احنا كل منشأ له معامل خطوره معين، يعني على سبيل المثال انا لما احكي على السبيل واي، السبيل واي هو حياة ناس، معناته ممتلكات، معناته سد بحالة، معناته منشأ بحالة، معناته ميزانية ضخمة راحت. فلما أحكي على السبيل واي أحكي على معامل خطورة قد يوصل إلى 0%. يعني إذا تتذكرون أو إذا ترجعون شوية لل 2018 سد أوروفيل هذا اللي بأمريكا اللي حكينا عليه مرة، لما انهار تخيل إنه شقد معامل الخطورة كان عنده هذا، ولهذا السد نفسه مسوي له 2 سبيل واي، فموصلين معامل خطوره صفر، يعني 0% انه السد مستحيل ينهار. فاحنا لما نتكلم عن السبيل واي نتكلم على معامل خطوره قد يوصل الى صفر، نعم اقل ما يمكن. لكن لما اتكلم انا على كلفرت على طريق لا ممكن اوصل 10-15%. فلهذا لما يقول لي ووتر واي يعني كيلفرت، هنا انا حاشي على 15%. طيب مثل ما قلت انه لما انا طلعت عندي نسبه الخطوره هي 40%، فاني اروح شو اسوي؟ اروح اقللها اوصلها لل 15. لكن لما اوصلها لل 15 لازم ارجع احسب الريتيرن بيريد، ومن ارجع احسب الريتيرن بيريد اعيد التصميم كله اللي صممته اني واعيد الحسابات مالاتي كلها. هي دوخه راس بس هو هذا. طيب الريسك انت عندك 15% معناته 0.15، راح تجي تدخل ال 0.15 هو مقدار الريسك مالتك، والريتيرن بيريود اللي انت تريده مجهول، عمر المشروع انت تريد تحافظ عليه الافتراضي هو 50 سنه، فراح يطلع الريتيرن بيريود هو 308 او 309 سنه. فشوف مجرد انه انت قللت الريسك زيدت الريتيرن بيريود. هيك نوع من الاسئله مو شرط، يعني اجيب لك سؤال اقول لك لا اني اريد الريتيرن بيريد انت تحافظ لي عليها، شوف لي المشروع ايش قد يطلع عمره. فهنا الريتيرن بيريد راح تكون 100 اللي هي ثابته،
راح اثبتها اني بالسؤال، انت اللي راح تحسب لي مقدار الان. يعني مقدار ناخذ الان اللين. تاخذ اللين مالتها، مقدار الان موجود عندنا سؤال حالي في واحد من الموديولات، مقدار اللين فتطلع قيمه عمر المشروع. يعني اليوم اذا اثبت مقدار الريتيرن بيريد 100 سنه، فراح تطلع لي عمر المشروع ما يتجاوز الثمان سنوات او التسع سنوات. أستاذ فتخيل. مازن تسمح لي؟ نعم، يا عادي اسمع تكمل وأسألك لو يعني بس اذا تسمح لي نقطه واحده. فانت يعني تخيل انت المهندس المدني، او انت لما تصمم ستراكشر، هذا الهيدروليك ستراكشر مالتنا اللي باشر عندنا يعني محاضره بيه ان شاء الله. فانت لما تصمم وتكمل وتحط هذني الاشياء كلهن ببالك، وتجي تحسب الريسك او الريابيلتي مالتك، ويطلع عندك الريسك انت عالي، او تطلع الريابيلتي قليل، او يطلع الريسك مارجن. الريسك مارجن هو شنو؟ هذا اللي اخذناه بالمحاضره السابقه، اللي هو السي الاكتوال على السي اللي اخذناها بالهيدرولوجيكال بارامتر، او الفاليو اللي استخلصناها من الهيدرولوجيكال فاليو. فانت تخيل كل هذني الامور انت لازم ترجع تحسبهن، ولازم بالتالي توصل الى تصميم نهائي يحوي لك هاي المتغيرات كلها ضمن معاملات او ضمن معامل الامان. نعم احمد. بس هيك نوع من الأسئلة يعني ممكن يعني ما تعطينا ريتيرن بيريد، تعطينا مثلا الواي ان، احنا نرجع للتيبل ونطلع يعني عادي اكو هيك نوع من الأسئلة يعني. قصدك بيا سؤال بالهذا الاول ما لا اظن هذا بواي هسه ان، الثاني. الثاني ما بواي ان، الثاني ما لا بواي ان، الثاني عندك مجرد عمر المشروع وعندك الريتيرن بيريد، ما عندك واي ان. الواي ان هذا لما تحكي على الـ على الـ على الفريكونسي. هنا انا ما عندي فريكونسي، انا بعاني ايه العفو استاذ خبطت ممكن فينا سؤال؟ بس كذا. نعم تفضل. العفو استاذ، 39.5 اعتبرت الريسك خطر، اوكي نعم. الحد يا افرج ما اعتبره خطر، يعني ايش قد ويكون خطر بالنسبه للتصميم اللي انا شرحت اسويه؟ شو؟ نعم شرحت لك بالنسبه للسدود، بالنسبه للسبيل واي توصلين الى صفر ريسك، ما عندك ريسك. زين بالنسبه للووتر واي ممكن 10 يعني 15 هي الماكسيموم بالنسبه للبقيه. ها استاذ هو انا وعادي بدي اسال ان نعم الماكسيموم ايش قد؟ انه 15 15 والفوقه هي يعتبر الماكسيموم. كله الفوقه هو كله يعتبر ريسك، يعني كله ريسك. يعتبر مخاطره يعني. لكن لما اني اقول لك مثلا على سبيل المثال يا شباب، شوفوا هذا واحد من اهم يعني نوع الاسئله اللي بصراحه اني يعني ادورها واحترمها الى درجه. من اقول لك اني اصمم سبيل واي، يعني اجيب لك سؤال يقول لك سبيل واي هاز ان اكسبكتد اوف 100 سنه، سبيل واي وراح اصممه ل 100 سنه، اوكي، واني عمر المشروع اللي عندي هو 120 سنه، انطيني مثلا الريسك. يعني اقلب لك اياه للسؤال، هنا انت لما تخلي مقدار الريسك ما تخليه 15 ماكسيموم، تخليه اقل شيء ايش قد؟ 1%. فمن تخليه 1% راح يطلع لك انه ايش قد الريتيرن بيريود اللي راح تصمم عليها او تصمم على اساسها السبيل واي مالتك. يعني هذا النوع من الاسئله هو هذا اللي انا ادور عليه، هو هذا اللي انا اجيبه بالامتحان. انا هسه انطيتك انه الريسك هو 15% بالنسبه للووتر واي، لكن انطيتك بنفس الوقت انطيتك معلومه انه بالسدود او السبيل واي الريسك يكون اقل ما يمكن. اقل ما يمكن انا ما اقدر اعتبره 0%، لان من اطبق ال 0% هنا يطلع لي اي نعم يطلع، ما عندي مشكله اعتبره 0% واخذه واشتغل عليه. هذا واحد من الاسئله جدا مهمه يا شباب اللي بهذا الموضوع. واضح؟ استاذ مازن العفو، هي فترة العودة غير المفروض مسجلة وكاتبة بيانات، هاي يعني شلون لا غير يعني؟ لا، فترة العودة هي التوقع، البيانات هو مسجلة فعليا، فترة العودة هو المتوقع. يعني احنا هسه بنهر دجلة، انا يعني اجزم لك ما عندنا بيانات اكثر من 50 60 سنة. زين انا اذا اريد اصمم على 100 سنة او 1000 سنة، منين اجيب؟ زين استاذ، هي حتى لا توقع غير اكو ضمن رينج معين يعني لو شلون؟ اي نعم، رينج، هاي الرينجات احنا اخذناها بالبدايه، انه كل ستراكشر والى الرينج مالته اللي انت تشتغل عليه. هذه مو انا اذا حددت لي الريسك زين، انا راح تتغير جزء يعني اذا الريتيرن باير اذا طلعت خارج المألوف شلون؟ ترجع، ماكو شيء خارج المألوف. سؤال يعني سؤالك منتصر كلش كلش دقيق، ماكو شيء اسمه خارج المألوف بالهيدرولوجيا.
لان الهيدرولوجي هو نفسه هو خارج المألوف، فما عندك انت فشي اسمه خارج المألوف. يعني انت ايش قد تقول لي 10000 سنه تطلع فتره العوده؟ اي نعم، روح صمم على 10000 سنه. 100000 سنه يعني راح اوصلك الى هذا الرقم. 100000 سنه فتره عوده؟ اي نعم، قل لي 100000 سنه فتره عوده روح صمم عليه. ما عندي شيء انا بالهيدرولوجي خارج المألوف. لازم اذا 100000 سنه لازم نصمم على الفيضان، ما نبي نوح. هذا شلون راح يصير تصميم؟ والله باعد اني يعني، يعني مو جوا ايديا، والا لو جوا ايديا انطيك السدود اللي تصممت على 100000 سنه. زين استاذ، التغير المناخي يؤخذ بنظر الاعتبار بتغيير فتره العوده او تجديده؟ سد مأرب استاذ مازن، سد مأرب هو مو اللي منتصر يقصد عليه، هو صار قبل. لا ولا سد مأرب، قبل سد مأرب، قبل سد مأرب ذاك اليوم معود نوح وين. لا لا بس راح ارجع لك لمياء، بس فعلا يعني ان شاء الله بس اتذكر هذا الشيء. راح انطيكم السدود اللي مصممه على 10000 وعلى 100000 سنه، هذه السبلويات مالتها مصممه على 10000 وعلى 100000 سنه. طبعا انت اتكلم على السبلوي بس. اما بالنسبه لسؤال لمياء، التغير المناخي يدخل؟ اي نعم يدخل، يدخل، لكن يبقى اكو فد شيء عندنا اسمه كاساتروفيك. كاساتروفيك هي الاحداث الخارجه عن الاطار العام. يعني انت تشوف السيريوس، انت عندك كلها سيريوس مثلا امطار كلها مثلا 50 60 42 ضمن هذا الرينج، هناك تجيك سنه طفره الكياه لل 200، فانت هاي الكاساتروفيك هي اللي تلعب لك لعب بالسيريوس كلها، فلازم تاخذها. اي نعم، تغير المناخ يدخل بالموضوع. هذا نوع، جزء يعني نوعين من الاسئله اللي ممكن احنا نناور بيها، وممكن انه ما ناخذها على شكلها الحالي، ممكن نطور بيها، ممكن نغير بيها نوعا ما، ممكن نعزز افكارنا احنا كمهندسين مدنيين، ونقدر نتلاعب بهذا النوع من الاسئله. عندي بعض الاوبجكتيف كويستشنز، هذه الاسئله اللي تخليكم شويه انت ترجع تفكر بالموضوع بشكل ثاني. هذه ما مطلوبه من عندكم، يعني لا هي اساينمنت ولا هي واجب ولا هو امتحان، لكن مطلوب من عندك تجاوبها، لان يعني ممكن تجيك بالامتحان. السؤال الاول: What are the recommended design flood؟ شنو ال design flood الموصى به للسبلوي، للتراس اوتليت، للفيلد دايفرجن، للبيرمننت باراج، للووتر واي فور ادكويت؟ هذا اني ممكن تبحث عليهم بالمراجع مالاتك او الكتب مالاتك، وتخلي في بالك انه كل واحد ايش قد. يعني على سبيل المثال السبلوي احنا اخذناه هو 1000 سنه، الووتر واي اخذناه 1 الى 50 او 1 الى 100. ممكن يجيك سؤال بالامتحان اكسبلين بريفلي، يعني اشرح بشكل مبسط شنو هو الفرق بين الريسك والريابيليتي والسيفتي مارجن. هذه ممكن اسئله تفيدك او تفيدك بالامتحان، تجمع لك من عندها كم درجه. الموديول الثامن، الموديول السابع او الثامن، لا السابع خلص. كل ما يتعلق بالفلود فريكوينسي خلص، بشكل اللي يفيدك انت كمهندس مدني، مو كهيدرولوجي ولا كمهندس موارد مائيه، لكن كمدني اللي يفيدك فقط به هو هذا اللي انطيتك اياه. ما اريد اشعب اكثر بالموضوع، اللي هنا انا اكتفي بهذا الموديول، وان شاء الله راح يكون عندنا تيتوريال واحد او اساينمنت واحد راح ننزله خلال هذه اليومين ان شاء الله. نعم استاذ مازن، الاوبجكتيف ذني هو الاساينمنت لو هيك لنا بالمطلع؟ لا ذني لك، هذني انت تجاوبهم وتخليهن يمك، ممكن يجيك بالامتحان، ممكن ما اعرف. تمام زين. المحاضرة اليوم تسجيلها توقف يا شباب، راح ينزل